ما انت لو مكاني كنت هتعملي ايه؟ اروح اشتكي جوزي؟ لا طبعا، بس اصبري شويه وحاولي تروحي جورنال تاني. هي المساله بالبساطه دي يا ملك، المساله هتبقى محتاجه كده وقت. معلش عشان خاطري لازم تصبري، ما تهديش بيتك. اهد بيتي؟ بيتي خلاص اتهد وبيهدني انا كمان كصحفيه. بصي يا حبيبتي، هو الاختيار صعب جدا، بس انا لما اضطريت اختار اخترت محمود. لا 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 لا، ده ما فيش وجه للمقارنه خالص. محمود كان انسان عايز يبقى كويس، وانت وقفتي جنبه وساعدتيه، وانا برضو كنت واقفه جنب حلمي ومخليه انسان كويس، بس هو اللي حب يبقى اسوأ راجل في الدنيا. مالك يا ملك؟ دوري على ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ساتر اتخضيت ما لقيتش علي قدامي. يا ساتر عليك انت، ده انا قلبي وقع في رجليا يا بنتي. وبعدين سلوى مش معاهم، وبعدين خلي بالك الامن هنا كويس جدا، لا بيخلي حد يدخل ولا يخرج. يا حبيبتي انا ما صدقت ان علي يلين معايا شويه، والبنت اخيرا قالت لي صباح الخير. طيب الحمد لله، اصبري بقى عليهم شويه، وبكره ان شاء الله هيبقوا احسن من الاول، وهتقولي ليلى قالت. تعرفي انا مش زعلانه، انا مش زعلانه منهم، انا زعلانه عليهم وعلى نفسي. يا ربي عليك يا ملك، المساله مش ناقصه نكد. لا يا حبيبتي ولا نكد ولا حاجه، احنا كنا فين وبقينا فين الحمد لله. من فضلك بقى يا ملك، من فضلك بقى، حرام كفايه كده. ايه العلاقات الانسانيه حاجه وكلمه الحق حاجه تانية. بنت حضرتك راكبه على المرجحه بقالها دورين، وكل ما قال لها انزلي عشان اركب انا مش راضيه، تقولي لا هقول لمامي. انت حاطه راسك براسها يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. بصي بقى، مش هيبقى انت عليا في الاول وبنتك عليا في الاخر، يعني في رحمه شويه. مامي طنط سلوى وقعتني من على المرجحه وركبت هي. انت مش ركبتي دورين؟ لا دور واحد. لا ركبتي دورين؟ لا دور. لا خلاص خلاص، روحي اركبي وسيبي البنت. طب خليكي ماسكاها لحد ما اخلص الدور بتاعي. حاضر. تعالي يا حبيبتي. وقعتك؟ اه. دي غريبه قوي طنط، شفتي؟ اعيل منها ما شفتش. والنبي انت اميره قوي وجميله وحلوه، كلمه مامي منك. الله 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 الله، انت قاعد لوحدك؟ يعني انت كنت سالتي فيا؟ لا اله الا الله، هو انا مش كنت مع بناتك في النادي بفسحهم؟ طب ده النهارده وامبارح واول. يا حبيبي ما هو انت براوي بتحب دايما تقعد لوحدك يعني. ما انت عارفاني يا سلوى، انا لا بحب الهيصه ولا القعدات الكبيره. طب دلوقتي بابا عيان وفي ناس بيجوا يزوروه، هنقول لهم لا مع السلامه امشوا يعني؟ لو على الزوار ماشي، لكن اللي اسمه حسام ده بقى ماله؟ بقى بيجي كتير هو ومراته، يعني الجو كده مش مريحني. لا 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 لا، حسام ده تبعد عنه خالص. ابعد عنه؟ اشمعنى بقى؟ انت عارف بابا بيحبه قد ايه من ساعه ما شهد مع ملك. ما هو ده اللي قلقني، حاسس كده ان في لعبه بينه وبين رامز مش عاجباني. ايه مسكت عليه حاجه؟ هوب ناحيه شغلك؟ برضه لا. امال ايه بقى؟ طالما ما مسكتش عليه حاجه وما هوبش ناحيه شغلك، كبر دماغك. حاضر، هكبر دماغي حتى عن فلوسك اللي في الشركه ومش هحافظ عليها، لكن ابوكي اللي خيره عليا، لو ما حافظتش على ماله ابقى ناكر للجميل. صدق ان انت بالاضافه لان انت براوي نكدي، يعني واحد راجل لا هو ناحيه شغلك ولا مسكت عليه حاجه غير مشاكل حضرتك. يا عم ده بيشتغل معانا من بره، يعني حاجه فاضيه يعني. خلاص خلاص خلاص، انا بعد كده لما احس باي حاجه هحطها جوه قلبي، ان شاء الله اموت من الغيظ. سلامه قلبك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يموت من الغيظ الببع او البعوض او برجل مسلوخه. يا روح قلبي انا عايزاك تسيبك من ابويا خالص، عايزاك تركز مع ابوك شويه، عايزاك تقلده، عايزاك تتعلم منه ازاي تمشي حالك يعني مع الناس. يعني عايزاني اعمل زي بابا يعني؟ لا لا لا، اتفرج ولا ايه؟ شفتي بقى؟ لا يا حبيبي، يوم ما تعرف واحده عليا انا ممكن اجيب سكينه تلمى دبها في قلبك واخليك تخر دم. انا مش ممكن اعرف واحده عليك ابدا يا سلوى. ايه ده؟ يعني انت بتحبني يا احمد؟ ما تتخيليش، غلاوتك بتزيد عندي يوم بعد يوم، وخصوصا بقى وقفتك جنب اختك واولادها، كبرتك في عينيا ما تعرفيش قد ايه. كبرتني كام سنه يعني؟ لا لا، ما احبش ازيد عن 30، خلي بالك.